السلام عليكم ورحمة الله. أجل فلاوي، وصل البارح إلى الدوحة عاصمة قطر اللاعب الدولي يوسف بليلي باش يتفاوض مع فريق الدحيل القطري، وممكن جدا أنه يمضي لهذا الفريق اللي يقول المسيرين ديالو انهم مستعدين باش يلبيو كل رغبات اللاعب الدولي الجزائري. القرار هذا لكل من يعرف كرة القدم ويعرف العالم الكروي الأوروبي قرار صائب، وبالليلي يعني وجد النصيحة اللازمة في هذه الفترة هذه. وسبق وأن تكلمت على صعوبة وجود نادي أوروبي اللي ما كان حتى نادي اللي مستعد يتعاقد مع لاعب ويبدأ يدفع له في الشهرية ديالو ويخلص عليه لي شارج ويخلص عليه كدا وما يلعبلوش. وعلاش ما يلعبلوش؟ لأنه جاية كأس أفريقيا الأمم. كأس أفريقيا الأمم هذه راهي تبدا من جانفي المنتصف فيفري، من بعد لما تنتهي الكأس هذه اللاعب هذا راهو راح يكون مرهق. اللاعب يعني منافستين كاملتين، الكأس العربي وكأس أفريقيا، وبالتالي راح يزيد لازم له فترة تاع راحة. دونك هذا اللاعب وقتاش غيستفادوا منه؟ حتى شهر مارس. شكون النادي اللي يقبل باش يلعب يمضي اللاعب يلعب له بعد 3 شهور؟ ما كانش هذي. ضيف الى ذلك يزيد يلزم له فتره تاع التاقلم مع الفريق ديالو. وكنت شرحت قلت بلي مش ممكن انه فريق اللي يستقدم لاعب في عمره 30 سنه باش يبني على المستقبل، هذا ما هوش راح يبني على المستقبل، انه محتاجو لظروف انية، يعني محتاجو تو شويت بالخف درك بعد نحتاجو للبطولة باش يسجل به نقاط، وهذا ما هوش ممكن بما انه بالليلي عنده التزامات مع الفريق الوطني، وبالتالي صعيب باش يوجد فريق اوروبي اللي يمضيلو هذا الموسم. انه كان بدات في سبتمبر في اوت قال معليه، ولكن باش تبدا في فتره التنقلات الشتويه اللي تبدا في ديسمبر، وبالتالي يبداو يستغلوا من منتصف ديسمبر او جانفي، هذا ماهوش ممكن. وضيف الى ذلك انه اغلبيه الانديه اللي محتاجه ظهرت اهتمامها بالليلية أندية فرنسية، مونبوليي، مارسي، سانت إتيان، هذو يعني اللي مذكورين بكثرة، وهذو عندهم لاعبين رايحين لكأس أفريقيا، علاش يجيب لك لاعب باش يمضي له ويروح يلعب في كأس أفريقيا، وممكن الله لا يقدم يزيد تبليسالو في كأس أفريقيا؟ ما كانش اللي يدير هادي، هادو أندية محترفة ماهمش تاع طبع باركويلا. وبالتالي فريق الدحيل القطري هذا بين باللي راهو مستعد يلبي رغبات بلايلي، فلما لا؟ واش المانع؟ وعلاش ما يروحش يمضي ويكمل الموسم هذا في قطر وين الناس مقدرته وناس معترفين بقدراته بمؤهلاته بكفاءته بمهاراته؟ دونك هذا اعتبر انه قرار صائب. وكما سبق وقلت انه بالليلي ما يسيبش واحد ينصحه كما باباه، لانه باباه هو اللي راهو وراء التألق ديالو وراء التنقلات ديالو وراء كل شيء، يعني ما كانش واحد قادر ينصحه خير من باباه. دونك انا نظن النصيحه هذه جات من الوالد تاعو، خدماتو وتخدمو ومزال على كل حال. اليوم 30 سنة اللاعب لما يكون مواظب في التدريبات ويكون سيريو جدي وكذا قادر يلعب حتى 37 سنة. هذا توصل عندنا دي زيكزومبل بارتو في لو موند، لاعبين
يلعبوا له 37 و35، يعني مازال عنده وقت طويل قدامه يوسف بلايلي، ونتمناو له التوفيق ان شاء الله. وعلى كل حال اذا امضى في الدحيل قبل بدايه كاس افريقيا هذه مليحه لنا، هذا يكون مرتاح، يعني بالو مرتاح يلعب وهو مرتاح البال، ما عندوش حاجة اللي يخمم فيها ولا اللي مقلقاته ولا الاخر. وكما يقول لك حجرة من الطريق، هذه هي. لا نتمنوا له التوفيق الكامل، ونتمنوا له النجاح، وكل نجاح يسجله بالليلي هو نجاح للجزائر، للشعب الجزائري، المنتخب الوطني اللي هو منتخب الشعب الجزائري، ونكاية في كل من حب يكسره وحب يقطع له الرزق، والرزق في يد ربي، حتى وإن كان هذا الحاج فعلينا حاج بيتمكة، ولكنه حب يقطع رزق بالليلي ويحرم الشعب الجزائري من مهارات لاعب كما هذا. ربي يوفقه إن شاء الله، ويوفق والده اللي راهو يسهر عليه وراهو يتعب عليه. ونقول له يرحم الوالدين ويرحم من ربى ويرحم من جابت. السلام عليكم ورحمة الله.